السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شفنا برنامج سولوبر اوفيس ازاي مفيد في فحص الموديل بشكل قوي. تقدر تفحص قواعد كتيرة جدا جواه، او تقدر تعمل برزنتيشن للمشروع في اثناء الاجتماع ويكون كل المعلومات والمشاكل ظاهرة معاك. ممكن نقول له بقى احنا عايزين نضيف هايبر لينك، فاعمل سيلكت مثلا على السلم دوت ورايت كليك واقول له هايبر لينك نيو هايبر لينك، وتبدأ بقى تكتب الحاجة اللي انت عايز تفتح، وليكن مثلا ملف بي دي اف او صورة. شيت ليست مثلا اهو، وهدي له اسم اس، وممكن نعمل سيلكت على الحائط دوت وقول له رايت كليك وقول هايبر لينك نيو هايبر لينك، وهقول له مثلا يرتبط بعنصر تاني اهوت، وادي له اسم مثلا دي، وبعد كده هقول له اوكي. لو جيت هنا ودوست رايت كليك هايبر لينك هيقول لي نيو هايبر لينك شو، يوريني ان انا دوست لو هنا هفتح لي الملف دوت. ممكن ادوس هنا واقول له انا عايز اعمل ايديت ليها او ريموف. ولو جيت هنا في الفيو بتلاقي ادوات كتير جدا مفيده، ممكن تقول له ان انت عايز هايبر لينك مانجر فيبدا يظهر لك العناصر بالشكل دوت. الستير ممكن تدوس هنا تعملها اديت، ممكن تعمل ريموف، ممكن تعمل اساين تو سيلكت باسكت وهكذا. ممكن مثلا لو انت عملت سيلكت مثلا للعنصر دوت نقدر نضيفه للموجود دوت، ممكن تشوفهم بالشكل دوت اهي. فممكن نعلم مثلا على وول كمان، ونيجي هنا ونقول له ايه assign from select basket. خلينا نعلم عليهم كده بقوا موجودين بالشكل دوت. ممكن تعمل لها تفتح هايبر لينك تمبليت لو انت عايز، ممكن تدخل على edit هايبر لينك وتعدل فيها زي ما انت عايز.